التضييقات اللي صايرة، انهم محارمين من الاتصالات ويصيدون غرفة، يعني واحد مخالف في غرفة يحرمون غرفة كاملة. انزين، هل ما ايش الخير خروش، يعني الخير يخص الشر. يعني انا ما نتحمل، زين، بند على ان اتصالات جمعة وسبت، زين، في ناس عندها اهالي، في ناس عندها اولاد، في ناس عندها ناس ما تحصلها كلها في الاشغال، ما تحصلها الا يوم الجمعه والسبت. يعني قاعد اتكلم، انا ما قلت شيء غلط، انا ما قلت كورونا ما كورونا. الحين حتى على الكلام اللي قاعد اتكلمه، الحين الشرطي يقول لي لا تتكلم، ويقول لي بفصل عليك الاتصال، وش تبغي انا اسوي؟